احباب الروغي يحييكم كيتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر. فكيف ما كتعرفوا مؤخرا اخوتي كنت حطيت واحد الفيديو اللي شافوا عليه 300,000 واحد وتبارطاجا على نطاق واسع. هاد الفيديو كيوثق لواحد الوقفة احتجاجية ديال صحاب الطاكسيات في مدينة مراكش قدام لا ميزون ديال الرونو داسيا. هاد الناس واللي خرجوا طوموبيلات ديال داسيا دوبلفي كيحتجوا وكيطالبوا من التدخل ديال المسؤولين باش يحلوا ليهم المشكل اللي عندهم. هاد المشكل بالضبط وكيف ما تيقولوا كيخص السير كونسوماسيون ديال الزيت اللي كيكون ما بين الفيدونج والفيدونج. ابحيت وعلى لسانهم كيقولوا بلا الموتور كيكونسومي علينا 4 لتر ديال الزيت والبوله ديال النيفو الزيت كتشعل قبل من الوقيته ديال الريفيزيون. داكشي علاش في الفيديو ديال اليوم غنحاولوا نوضحوا ونفكوا اللبس على هذه المساله ونشوفوا جميع واش هذا المشكل جاي بسبب شي خطا في التصنيع ولا جاي من الاهمال ديال هاد صحاب الطاكسيات. وقبل ما نباشروا في هادشي اخوتي ما تنساوش تابوناو في القناه وتكثروا من اللايكات والكومونتيرات. البلان ما فيها اخوتي ان الرونو معروف عليها من زمان ان الماطر ديالها كياكلوا الزيت لا ديال المازوت ولا ديال ليسونس. وفضيحتها بدات بالماطر ديال 1.2 لتر تي سي او اللي تقدروا تلقاوهم في الكليو والميغان والكاتجار والنيسان جوك وزيد وزيد. ابحيت على 100,000 طوموبيل خرج فيها هاد الديفو وهادشي بلا ما نساو على انه اكثر من 1000 حاله من هاد الناس تشكاو فيهم على ان الموتور تكولاو بدون سابق انذار. هاد الناس اخوتي تجمعوا في الاول ديال 2022 وقرروا انهم يرفعوا دعوه قضائيه ضد الجروب ديال الرونو نيسان داسيا. هادشي اخوتي فيما يخص 1.2 لتر تي سي او. بالنسبه للموتور اللي غادي نهضروا عليه اليوم واللي هو الانسينك دي سي اي والبلود دي سي اي واللي معروفين تكنيكمون بالكانوفكا الويتيام جينيراسيون واللي فيهم النورم اورو 6. ابحيت العالم باسره كيتشكى من المشكل ديال السير كونسوماسيون ديال الزيت ماشي غير صحاب الطاكسيات مراكش. وغير لي يكون في علمكم اخوتي ان هذا المشكل في الغالب كيكون غير في 10,000 كيلومتر الاولى واللي كتسمى تكنيكمون بالوقيته ديال الروداج. البلان اللي ما كيعرفوهش اغلب الناس اخوتي ان النقصان ديال الزيت في 10,000 كيلومتر الاولى مؤشر ايجابي على ان لي كومبوزون ديال الموتور بحال لي كوسينات تيربو لي سوبا بولار براكام والكيلبيتر كيتليبريفيو سيفيزامون وعلى احسن ما يرام. وهاد المشكل اخوتي واللي في الحقيقه ماشي شي مشكل ديال بصح الرونو ولي زانجينيور ديالها ولي شيف داتولي ديالها كياكدوا كيعاودوا ياكدوا على ان هادشي عادي جدا وكيوصيو لي كليون ديالهم على انهم يقلبوا الزيت كل 1000 كيلومتر ويزيدوه الى القص. ابحيت كاين شي ناس ما عارفينش هاد البلان وما عمرهم سمعوا به وكيسحب ليهم ان غير الماطر القدام هما اللي كيكونسوميو الزيت. المشكل اللي كيطرى هنا ان الموتور يقدر يكونسومي في ديك 10,000 كيلومتر الاولى حتى ل 4 يترو من اصل ديك 6 يترو اللي كيهز وهنا كيبقى خدام غير بجوج يترو واللي اصلا ما كافياش حتى باش تليبريفيه وهو في الرالونتي ما بقى غير في المويا والهو ريجيم. هاد البلان النقصان اخوتي في الغالب كيغبر من مورا ديك 10,000 كيلومتر الاولى والنيفو ديال الزيت كيتستابيليزا اوتوماتيكمون من لي كومبوزون ديال الموتور كيتزيتو كيتشحمو كيشبعو زيت. وللاسف الشديد الناس اللي ريسبونسابل على الجروب رونو داسيا في المغرب ما كيكومينيكيوش مع لي كليون ديالهم. علاش؟ الله اعلم. بما اننا غير في المغرب وللاسف الشديد ما عندناش دي زاتولي ودي كاراج ديال الميكانيك اللي كيديروا هاد الخدمه ديال الروداج. ابحيت في فرنسا مثلا كاين دي كاراج سبيسياليزي في هاد البلان واغلب لي كليون ديالهم كيكونوا مصحاب لي طاكسي اللي كيف ما كنعرفوا كيخدموا غير في وسط المدينه والتراجيات اللي كيضربوا ما كيصلحوش بتاتا للروداج ديال الموتور. كتقولوا لي علاش؟ الروداج اخوتي ديال الطوموبيل ما خصوش يدار والطوموبيل مشرجه بالبشر والباجاج وفي الروداج ما خصش بتاتا تستعمل الفران موتور واللي كاملين كنعرفوا ان اصحاب الطاكسيات كيعتمدوا عليه بزاف كاع باش ينقصوا من الكونسوماسيون ديال المازوت. الروداج ديال الموتور اخوتي كيطلب منكم انكم تيفيتيو لي زومبوتياج والوقوف في لي فيروج والستوبات. هاد لي كونديسيون اخوتي في الغالب ما كيحترموهمش اصحاب الطاكسيات والناس اللي كيضربوا غير الطراجيات ديال المدينه. داكشي علاش في الغالب هاد المشكل ديال الكونسوماسيون ديال الزيت كيبقاو كيتزادوا كيتاغرافا ميم من مورا 10,000 كيلومتر الاولى. وكنصيحه اخيره للناس العوالين انهم يشريو شي طوموبيل من الموبيلات اللي فيهم هاد الانسيك دي سي اي لا النورمال ولا البلود دي سي اي ضروري ومؤكد انكم تقلبوا وتفيريفيو النيفو ديال الزيت ما بين كل 50 حتى ل 100 كيلومتر. اي يا اخوتي كيف ما سمعتوا ما بين 50 حتى ل 100 كيلومتر وتزيدوا في حاله ما لاحظتوا انها نقص. وحذاري ثم حذاري وياكم تزيدوا الزيت فوق من القياس ولا بد انكم ديروا الفيدونج في ال 1000 كيلومتر الاولى وترومبلاسيو حتى الفلتر ديال الزيت. ويا الحباب الحلقه ديال اليوم سالت نتمنى انها تكون عجباتكم وفاتكم وميعادنا جدد من هنا واحد اليومين. هادشي كامل الا قلناها اخوتي راه غير باش تعيشوا الحياه وبلا صداع الميكانيسيانات. اتهلا.